اذا مشاهدي قناه شوك تيفي اهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينه الدار البيضاء. بالضبط حنا كنتواجدوا امام المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. فكما كتشوفوا حواجز امنيه يعني كما كنقولوا المستوى الجيد يعني لتامين يعني دخول الجماهير الوداديه والمغربيه اللي غادي تحضر هذا العرس الكروي المنظم هنا بلادنا بين الوداد الرياضي والاهلي المصري. فكما كتشوفوا الطريقه ديال وضع الحواجز الامنيه فهي شبيهه نوعا ما من الطريقه والخطه اللي توضعات في قطر، يعني اخلاء محيط الملعب بشكل كلي كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي. فبالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على وقت النهائي، فالنهائي يوم الاحد على الساعه 8 مساء توقيت المغربي. فكما كتشوفوا وضع حواجز امنيه، مازال يعني عده حواجز امنيه من راه الاشاره ديال المنظمين من اجل وضعها في كل الطرقات والممرات المؤديه الى مركب الرياضي محمد الخامس كما كتابعوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي. فالعديد العديد العديد من الحواجز الامنيه فهي غادي توضع من اجل تامين دخول وسلامه المشاهدين او الجماهير عفوا. فالجماهير غتكون مدعوه الى السهر كذلك على تنظيم. شكرا خويا العزيز، الله يبارك فيك اخويا العزيز. فكما كتشوفوا كذلك ف مازال العديد 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 من الحواجز الاضافيه، يعني كلها يعني كما كنقولوا باقه جديده، يعني خاصه نقدر نقولوا انها خاصه لهذا النهائي وهذا العرس الكروي هنا من امام المركب الرياضي محمد الخامس. فكما كتشوفوا العديد من الحواجز الامنيه فهي غادي توضع في مختلف الممرات والطرق المؤديه الى مركب الرياضي محمد الخامس، وذلك من اجل السماح فقط للجماهير الوداديه والمغربيه اللي عندها الحق بولوج الملعب، الناس اللي عندهم باجات، الناس اللي عندهم التذكره ديالهم، فمن الحق ديالهم انهم يدخلوا ويجيو يعني كما كنقولوا محيط الملعب. اللي ما عندوش فغادي يقدر يلقى مشكل كما كتشوفوا فوضع الحواجز فهو كيتم الان. فاكيد خويا اكيد خويا كما قلتي من اجل السلامه ديال الجماهير فضروري توضع هاد الحواجز. فكما كتشوفوا التنظيم مازال اخر استعدادات اخر رتوشات فهي مازال هنايا مركب الرياضي محمد الخامس. اخ نور الدين بو عمران السلام، لاباس خويا تبارك الله عليكم، الله يبارك في خويا العزيز، تحيه لك من الجزائر، هذا قد دور ماجور من الجزائر، شكرا لك خويا العزيز. فبالنسبه للناس اللي كيقولوا يعني يجب على راي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل من اجل الزيادة ديال الطاقة الاستيعابية ديال الدخول الجماهير الى 80,000 متفرج. هذا معاد ايوب اسراء تيقول يجب على فوز القزاع زيادة في عدد الجماهير المغربية ويوصل الى 80,000 مشجع مثل ما فعل المصريين في القاهرة. خويا غير نكونوا صريحين ونكونوا واضحين، فالطاقة الاستيعابية ديال استاد القاهرة فهي 120,000 متفرج، فيما ستاد دونور المعلمة التاريخية فعدد الكراسي فيها فهو لا يتجاوز 46,000 كرسي. إذا فالطاقة الاستيعابية فغادي تكون
كلها اللي ما فيهاش يعني تكون شي رقم ماشي وداد تكون متاحه فقط لجمهور الوداد الرياضي معها وضع فقط 1020 تذكره في صالح الجماهير المصريه. كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في حواجز امنيه لتسهيل عمليه ولوج الجماهير لنهائي الاحلام نهائي عصبه الابطال الافريقيه. اكيد غادي يحظى بواحد المتابعه عالميه ماشي فقط غير على المستوى الافريقي، فالكل كينتظر هذا الحدث. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في اخر الاستعدادات غادي نحاولوا اننا نديروا بكم جوله يعني على جنبات المركب الرياضي محمد الخامس باش نزيدوا نقربوكم اكثر من هذه الاستعدادات. غادي نحاولوا مشاهدي قناه شوف تي في نقربوكم اكثر من هاد الاستعدادات واهم النقط اللي توضعات فيها. دائما مشاهدي قناه شوف تي في انتم معنا دائما على قناتهم قناه شوف تي في قناه الشعب، كل كبيره وصغيره قبل انطلاق العرس الكروي هنا بالمغرب بين الوداد الرياضي والاهلي المصري. كما كتشوفوا معنا يعني وضع حواجز على كل الممرات المؤدية إلى المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. فبالنسبة للناس اللي كيسولوا واش تحل زون 6، أكيد أخويا أكيد زون 6 راه محلول، يعني تحل في مباراة ديال الوداد الرياضي أمام المغرب التطواني. يعني الان الزون 6 متاح للجماهير الوداديه كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في دائما في نقل حي ومباشر لابرز استعدادات خاصه بهذا النهائي. كما كتشوفوا العدد الكبير ديال الحواجز الامنيه الفضعات على مختلف الطرق المؤديه الى ستاد دونور. ف المعلومات اللي عندنا هي ممنوع على اي شخص يعني كيحمل ما عندوش تذكره عفوا انه يكون هنايا او يكون في محيط الملعب يوم المباراه. كنتمنى كذلك من الجماهير انها توعى، اللي عنده تذكره يجي مرحبا به، واللي ما عندوش تذكره فشجع الوداد بالقلب ديالها. هادشي سلامة ليه، السلامة حتى ديال الجمهور اللي عنده التذكرة ديالو. دائما مشاهدي قناة شوف تي في معنا أهم استعدادات وأبرز استعدادات في نهار اليوم، ولا تبقاو تعيشوا معنا يوميا حتى إن شاء الله الوداد تفوز بهذا اللقب ويدخل الخزينة ديال المملكة المغربية. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في دائما استعدادات سارية على قدم وثائق ساق. فاللي كنتمناو اننا ان شاء الله يعني يوم الاحد كنا نخرجوا نحتفلوا بالوداد الرياضي بعد ما يكون حرز هذا اللقب للمرة الرابعة في تاريخ النادي